عقد جهاز حماية المنافسة اجتماعاً ثلاثياً مع نظرائه في قبرص واليونان لتعزيز التعاون في مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. وتم خلال الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وقبرص لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الرؤى والخبرات، استكمالاً لسعي الجهاز نحو تعزيز الوجود على المستويين الإقليمي والدولي. من جانبه أكد رئيس الجهاز محمود ممتاز أن الاجتماع يأتي تجسيداً للرؤية المشتركة بين الدول الثلاث لتعزيز التعاون والتكامل نحو إنشاء منطقة متوسطية ذات أسواق أكثر تنافسية وحيوية.